فكيف يمكن لكم تشوفوا بالعين المجرده فحال مركب محمد الخامس مقفول من 4 هذا الشهر الى 25 اكتوبر باش للقيام بالصيانه ديال العشب ديالو. وحنا كيف انتم تتعرفوا جبناها مع واحد الفرصه ديال لا تريف ديال الفيفا يعني من 7 حتى 18، ومن بعد غادي وكان المباراه ديال الفريق المحلي ضد الجزائر، فجعلنا باش ان هذه المده هذه وتنسيق مع الناس ديال الوداد الناس ديال الرجاء باش ما يكونوش شي مباريات باش بان هاد الفريقين ما يستقبلوش خارج المدينه الدار البيضاء. لهذا يعني المده كانت مدروسه منسقه مع جميع الاطراف المعنيه. كيف تديروا مع الحدث ديال الرجاء والوداد في كاس العرب؟ وهي بالحقيقه بالنسبه لنا كانت مفاجاه، لان احنا كان عندنا الامل بان الفريقين يزيدوا شويه لقدام، هي الملاقات ديالهم كانت ضروري غادي توصل واحد الوقيته، ولكن كنا ناملوا انهم يزيدوا شويه لهذاك ونتمنوا على الله الخير وكل ما يغاد.